زي ما احنا عارفين ان عام 2020 هو عام المجتمع المدني، علشان كده لمدة 5 أيام بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر صندوق تحيا مصر أطلق قافلة شاملة، وده لرعاية 3000 أسرة في حلايب وشلاتين وأبو رماد. القافلة هتوفر 36 طن من مواد الغذاء و 7000 بطانية، بالإضافة ل 6000 قطعة ملابس والكشف الطبي في 8 تخصصات. ده بيكون مجانا كجزء من قوافل الشتاء اللي بينظمها الصندوق. تفاصيل أكتر هنعرفها من خلال الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أحمد. يعني عاوزين نعرف في البداية عدد قوافل الشتاء اللي بينظمها الصندوق وصلت لحد كام؟ يمكن احنا نظمنا القوافل بداية من نهاية شهر نوفمبر، وده الحقيقة كان في حرص على يعني استقبال أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية لفصل الشتاء بكامل تجهيزاتها. عشان كده الحقيقة كان في تعاون كبير جدا مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني اللي احنا بنشتغل معاها، علشان الحقيقة يكون في توزيع للأدوار أو في تقاسم للمناطق، بحيث ان يكون في تغطية لكل محافظات الجمهورية. اشتغلنا في سانت كاترين، اشتغلنا في سيدي براني، اشتغلنا في جنوب أسوان، اشتغلنا في الواحات البحرية. الحقيقة قافلة حلايب قافلة خاصة جدا، الحقيقة كان فيه اهتمام كبير من وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز هذه القافلة، وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني شارك في تحضيرها، بخلاف طبعا التعاون اللي بيننا البروتوكول الخاص بالقوافل الطبية الشاملة بين الهلال الأحمر المصري وصندوق تحيا مصر، علشان الحقيقة نقدم قافلة شاملة خلال الفترة اللي جاية. احنا حريصين جدا الحقيقة ان احنا يكون في تكرار للتجربة الخاصة بالقوافل الطبية الشاملة، خاصة ان الوحدات المتنقلة دي بتسهل وصول الأطباء إلى المناطق النائية والحدودية لتقديم الخدمات الطبية الكاملة. نعم. طيب استاذ محمد، امبارح نعى صندوق الحاجه فهيمه اللي توفت امبارح، وهي اكبر المتبرعين لصندوق تحيا مصر، وده الحقيقه بيؤكد يعني اعتزاز الصندوق بكل المتبرعين. مفيش شك طبعا، يمكن المراه المصريه بالذات من اولى المساندين للصندوق منذ الوهله الاولى من تاسيس الحاجه فهيمه. الحقيقه هي مش بس كانت حريصه على التبرع، لكن كانت حريصه ان هي تكون موجوده بنفسها وتتبرع للصندوق بكامل الفلوس اللي بتمتلكها. الحقيقه زي ما يعني دايما كنا بناكد منذ عامين، الحاجه فهيمه هي مؤسسه متكامله، يعني الحمد لله يمكن ربنا اداها من العمر ان هي تقدر تخدم اهلها وتخدم قريتها طول السنين اللي فاتت. هي مش بس الحقيقه اتبرعت للصندوق، لكن هي كانت حريصه على المشاركه الايجابيه في كل المناسبات اللي في القريه، ويمكن حتى في النجوع القريبه من قريتها، سواء في المناسبات السعيده او في المناسبات يعني الصعاب او الشدائد. كانت دايما حريصه ان هي تاكد على فكره تاديه الواجب، فرحمه الله عليها الحقيقه. يمكن من المشاركات الحقيقه الكتير اللي اثرت فينا كفريق صندوق تحيا مصر، لان هي قالت يعني مهما كان الشيء صغير اكيد ده بيشارك. مظبوط كده، ودي الحقيقه القواعد، ويعني كل قواعد التكافل والتراحم اللي اتبنى بيها الصندوق هي اساسها القريه المصريه. احنا كلنا الجار للجار، دي كل الحاجات والعادات والمبادئ اللي موجوده في مصر هي اساس فكره كيان زي صندوق تحيا مصر. الله يرحمها طبعا، ربنا يجعله في ميزان حسناته. يعني رحمة الله طبعا على الحاجة فهيمة، وزي ما قالتها دي ربنا يجعل أعمال الخير اللي كانت بتقوم بيها في ميزان حسناتها. لكن نرجع مرة تانية للقوافل اللي بيتم تنظيمها تحديدا في المناطق النائية، عاوزين نعرف إيه هي نوعية الخدمات اللي بتقدم لأهالينا هناك. الحقيقة لازم يكون فيها طبعا أكيد الدعم الغذائي، وده بيتوافر سواء من شركاء الصندوق في القطاع الخاص أو كمان مؤسسات المجتمع المدني الشريكة اللي بتحب إن هي تكون مشاركة في هذه القوافل. كمان الملابس والأمتعة والمفروشات في المواسم، يعني لو احنا في فصل الشتاء اكيد لازم يكون في بطاطين ومفروشات وامتعه، لو في الاعياد والمناسبات لازم يكون في ملابس جديده والعاب للاطفال، علشان تكون الحقيقه القافله بتدخل روح البهجه على كل افراد الاسره المستهدفه.
كمان القافلة الطبية بيكون مهم جدا يكون فيها على الأقل 8 تخصصات، وده سر إن احنا بنتشارك مع الهلال الأحمر المصري وإدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة وإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، عشان حضرتك تقدر تقدم خدمة متكاملة للمواطن اللي موجود في القرية أو في النجع دون إن أنت تحركه مسافات طويلة. يعني لازم تكون عندك أماكن مركزية وتقدر إن أنت تجمع الناس وتقدم الخدمة، وده الحقيقة اللي خلانا نقدر نحصل على 6 أرقام قياسية في موسوعة جنس على مدار عامين متتاليين من خلال هذه القائمة. صحيح. طيب استاذ محمد، مع يعني موجة أوميكرون الموجودة، هل الصندوق ليه يعني طريقة عمل ما داخل القوافل تساعد الناس على تخطي هذه الموجة؟ يمكن من خلال القوافل الطبية الشاملة بيكون في عملية توعية وتوزيع لأدوات العناية الشخصية والمطهرات. مش بس كده الحقيقة، احنا بنعمل قوافل نوعية منذ بداية جائحة كورونا، مش بس الحقيقة لدعم مستشفيات العزل والحميات، يمكن احنا اشتغلنا على مستوى 48 مستشفى منذ بداية الجائحة، لكن الحقيقة احنا بنكون حريصين ان احنا يكون في انشطة للتوعية وانشطة لتوزيع ادوات العناية الشخصية والمطهرات في كل القوافل. مش بس كده، كمان في قوافل نوعية كتير جدا اتعملت، ويمكن كان اخرها نهاية الشهر الحالي، كان هدفها الحقيقة ان احنا ندعم عدد من مؤسسات المجتمع المدني اللي بترعى ذوي الهمم، علشان الحقيقة كان في احتياج للأدوات العناية الشخصية وما يتعلق باحتياجاتهم من هذه الأدوات، عشان نقدر ان احنا نوصل لهم حياة تكون الحقيقة في ظل هذه الجائحة تكون متكاملة، ما يكونش ناقصهم حاجة. صحيح. الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.